السلام عليكم ورحمة الله. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن آخر رجل يدخل الجنة، فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتدفعه النار مرة، فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. فترفع له شجرة فيقول: يا رب ادنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم، لعلي إن أعطيتك سألتني غيرها. فيقول: لا يا رب، ويعاهده ألا يسأله غيرها، فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها. ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى، فيقول: يا رب ادنني من الشجرة لأشرب من مائها وأستظل بظلها، لا أسألك غيرها. فيقول: يا ابن آدم، ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ فيقول: لعلي إن أدنيتك منها سألتني غيرها. فيعاهده ألا يسأله غيرها، فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها. ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من التي قبلها، فيقول: يا رب ادنني من هذه لأستظل بظلها وأشرب من مائها، لا أسألك غيرها. فيقول سبحانه وتعالى: يا ابن آدم، ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ قال: بلى يا رب، لا أسألك غيرها. فيدنيه منها، فإذا دنا منها سمع أصوات أهل الجنة، فيقول: يا رب ادخلنيها. فيقول سبحانه وتعالى: يا ابن آدم، ما يصرني منك أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ قال: يا رب، أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: مما تضحك يا رسول الله؟ فقال: من ضحك رب العالمين، حين قال: أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فيقول: إني لا أستهزئ منك، ولكني على ما أشاء قدير.